فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا وأنقذنا وفرج عنا. الحمد لله بالقرآن، الحمد لله بالإسلام، الحمد لله بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهر أمننا وأحسن معافاتنا وجمع فرقتنا وأحسن خلاصنا، ومما سألناه أعطانا، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أجارني الله وإياكم من الضلال. معشر الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهو القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، ذكرنا في الجمعة الماضية ما يتوجب أو ما يستوجبه تفسير القرآن الكريم. ذلكم أن المفسر لا بد وأن يبدأ بتفسير القرآن الكريم بالقرآن نفسه، فالقرآن يفسر بعضه بعضا. وذكرنا وجهين لهذا التفسير، ونتابع الحديث في هذا الموضوع لأنه من المواضيع المهمة بالنسبة لنا، خاصة وأننا في عصر يتصدى لتفسير كلام الله عز وجل بعض الجهال وبعض المتفيقهين، فيضلون الناس وخاصة الشباب منهم. فوجب علينا أن نحمي شبابنا من هاته المزالق التي قد يسقطون فيها. الوجه الثالث لتفسير القرآن بالقرآن هو أن المفسر يجب عليه أن يحمل العام على الخاص. هنالك بعض الآيات التي جاءت بشكل عام تتحدث أو تخاطب الناس كلهم، ولكن آيات أخرى في نفس الموضوع تأتي بخصوصية حسب بعض المكلفين. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. المسلم إذا توفي وجب على زوجته أن تقوم بالعدة، أن تدخل في العدة، وهذه العدة بينتها هذه الآية، هي أربعة أشهر من الشهور القمرية وعشرة أيام تكون في حداد. لا يجوز لها أن تتزوج في هذه المدة، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا لطارئ أو إلا لحاجة ماسة وواجب لا يمكن أن تؤخره عن إلى وقت آخر. فهذه هي العدة التي تعتدها المرأة التي فقدت زوجها. هذا الحكم هو حكم عام لكل النساء، ولكن هنالك آيات أخرى جاءت تحدد أحكاما خاصة ببعض النساء. ومن ذلكم المرأة الحامل،
المرأة إذا كانت حاملا وفقدت زوجها فعدتها ليست 4 أشهر و10 بل عدتها أن تضع حملها. مرأة مثلا مات لها زوجة وهي حاملة، إلى ولدت من بعد 10 أيام صافي تسالت العدة ديالها، ولدت من بعد 8 شهور عاد غتسال العدة ديالها. إذن لا نأخذ ب4 أشهر و10. إذن هذه آية جاءت بحكم خاص لنساء في حالة خاصة، والآية الأولى جاءت بحكم عام. إذا الإنسان إذا اقتصر على الآية الأولى ويقول لك أنا فقي وقرأ الآية الأولى غيقول العيالات كاملة اللي جات تسولي شي سؤال يبدأ يقول صافي أنت 4 أشهر و10 هذه العدة نتاعك. لا، يجب عليه أن ينظر إلى الآيات التي جاءت بالتخصيص، لأن الله عز وجل يقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه الآية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن جاءت في سورة الطلاق في معرض الحديث عن الطلاق، ولكنها لا تخص فقط المرأة التي طلقت بل تخص كذلك المرأة التي فقدت زوجها. إذن هذه الآية هي تخصيص للآية التي ذكرنا، ولكنها تعميم لكل امرأة كانت حاملة. المرأة إذا طلقت فعدتها هي أن تضع حملها، إن كانت حاملا فطلقت عدتها أن تضع حملها، وإن مات زوجها عدتها كذلك أن تضع حملها. إذن هذه الآية أيها الإخوة الكرام هي كذلك تخصيص للآية العامة التي بيّنت أن عدة المطلقة هي 3 قروء. الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 ديال الحيضات. اختلف الفقهاء واش العبرة ببداية آخر حيضة أو بنهاية آخر حيضة. المالكية قالوا بنهاية آخر حيضة، الحيضة الثالثة أن ينتهي الحيض، آنذاك تنقطع أو تقف عدتها. هذه آية كذلك عامة، ولكن المرأة التي هي حامل إذن ما عندهاش هي 3 قروء، لأن أصلا لا تحيض. المرأة إن كانت حاملة فهي لا تحيض، إذن عدتها هي أن تضع حملها إلى طلقها رجلها ولا غدلل ولدات، يعني طلقها قبل ما تولد بنهار، غير تولد صافي انتهت العدة ديالها، فأنا ذاك يسمى طلاقها طلاقا بائنا، يصبح طلاقها طلاقا بائنا. وينظر إذا كانت تطليقة الأولى أو تطليقة الثانية هذا أمر آخر. وإن طلقها وكانت حاملا في بداية حملها فينتظر إلى أن تضع حملها، وأنا ذاك هي العدة، إن يجوز له أن يردها أو أن يرجعها في هاته المدة. إذن شوفوا لابد أن الفقيه أو المفسر أن يأخذ بكل الآيات حتى يفهم عن الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل عطيني جاء تخصيص آخر في آية أخرى للنساء اللائي لا يحضن. المرأة اللي ما تتحج وطلقها زوجها، المرأة اللي ما تتحج يعني يائست من المحيض، مرأة كبرات ومبقاش يجيها الحيض، أو مرأة ما تيجيهاش الحيض مازال ما وصلها الحيض أو لا يأتيها الحيض، وكان بعض النساء هن قليلات ولا يأتيهن الحيض، هؤلاء جاءت آية تخصص الحكم لهن. فقال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. المرأة اللي يئست من المحيض أو المرأة التي لا تحيض، العدة ديالها ماشي 3 قروء 3 الحيضات، العدة ديالها هي 3 ديال الشهور. إذن هذه الآية جاءت تخصص الآية الأخرى التي جاءت بحكم عام. وكذلك كذلكم جاءت تخصيص للمرأة التي طلقت ولم يمسها بعد زوجها. راجل زوج بواحد المرأة عقد عليها ولكن ما دخلش بها، مازال ما دخل بها وطلقها، فهذه شنو العدة ديالها؟ إلا سمعنا الآية الأولى غادي نقول العدة ديالها 3 قروء. لا، جاءت آية أخرى تخصص لمثل هذه الحالة، فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. إلى طلقتي هذه صافي العدة ديالها مباشرة، طلقتها
ما لا يمكن أن ترجعها، أصبح طلاقا بائنا. إذن هذا هو اللي قلت في الأول، حمل العام على الخاص، أو يقال العلماء تخصيص العام. إذن لابد أن نأخذ الآيات كلها في الموضوع الواحد حتى نفهم أحكام الله عز وجل في مثل هذه القضايا. مثال آخر أيها الإخوة الكرام في هذا الوجه، قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآية. هذه الآية أيها الإخوة الكرام هي عامة، حرمت عليكم الميتة، أي حاجة اللي يعني حيوان أو من الأنعام اللي لقيناها ميتة هذه حرام علينا أن نأكلها إلا ما تذبحاتش، ولكن جاء التخصيص بعد ذلك مباشرة بعد هذه الآية. هذه الآية هي الآية الثالثة في سورة المائدة، جاءت في الآية الرابعة جاء تخصيص لهذه الآية. إذن هذه آية عامة، وشنو هو التخصيص ديالها؟ هو قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. إذن هذه الحالة تخصيص، ما معنى شنو هو التخصيص هنا؟ هو أن الله عز وجل يقولنا إذا كان عندك واحد الكلب ديال الصيد أو واحد النسر ديال الصيد أو واحد الصقر ديال الصيد أو واحد الفهد نمر مربيه نتايا باش يصيد لك، ولكن المربي معلمه، هذا ماشي بحال الكلب أو الجارحة التي هي جاهلة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الحيوانات اللي معلم ماشي بحال اللي جاهل، الله عز وجل أعطى القيمة للحيوان اللي معلم، وهذا تبين فضل العلم في الإسلام. إذن الله عز وجل قال بالنسبة للإنسان اللي عنده واحد الحيوان جارح من الجوارح اللي صيد له واحد قنية ولا أرنب أو شيء من الصيد، فهذا يمكن أن تأكل ذلك اللحم وإن مات وإن لم يذبح، ولكن بشرط، هنالك شروط، وأنك لما ترسل كلبك تسمي الله، تقول بسم الله وترخي الكلب ديالك بسم الله تسمي الله، أو لرميته برمي إما بقرطاس أو بسهم فتقول بسم الله. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني هو أن ذاك الكلب ديالك أو ذاك الجارح لابد أن يكون متعلما، يأتمر بأوامرك، الموت تقول له حبس حبس، تقول له نوض نوض، أرى أرى، ما تأكلش ما تأكلش، ويجب أن لا يأكل من ذلك الصيد حتى تجي نتايا، إلا كلا منه حرم عليك أن تأكل من تلك الميتة، إلا ما كلاش منه صيدها وبقى جالس أمامها حتى تجي نتايا هي رميتة، يجوز لك أن تأكلها. إذن ها هو تخصيص للآية العامة، جاء مباشرة بعد ذكر الآية العامة. إذن الذي لا يأخذ بعين الاعتبار هذا التخصيص قد يجهل حكم الله عز وجل في مثل هذه الحالة، وقد يفتي بما لا يريده الله تبارك وتعالى. إذن احنا ذكرنا الوجه الثالث، هو حمل المطلق على أو العام على الخاص. هنالك وجه رابع في تفسير القرآن بالقرآن، هو تقييد المطلق. تكون بعض الآيات مطلقة وتكون آيات أخرى تأتي بقيد في الموضوع نفسه، والإنسان إذا ما خداش الآية اللي فيها القيد واعتمد فقط على الآية المطلقة هذا سوف يخطئ في فهم كلام الله تبارك وتعالى. نعطي مثالا عن ذلك، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أنفقوا من قبل ما يجي يوم القيامة، إلى جاء يوم القيامة هذاك راه ما فيه لا البيع اللي غادي تبدا تشري الحسنات وتبيع الحسنات، ما كاينش البيع، ولا خلة، ما فيه الصحبة، ما كاينش هذا صاحبي ولا باك صاحبي، ما فيه الصحبة، ما ينفعك الصاحب ديالك، ولا خلة ولا شفاعة، ما فيه الشفاعة. إذا اعتمدنا فقط على هذا الحديث، على هذه الآية، هذه آية مطلقة مطلقة، نستفيد منها أن الخلة لا تنفع غدا يوم القيامة، صحابك ما تنفعوكش غدا يوم القيامة، وما تلقاش بهم، ما تبقاش صحبة غدا يوم القيامة، اللي كانوا صحابك في الدنيا ما يبقاوش صحابك في الآخرة، هذه الخلة ما كايناش.
والشفاعة ما كيناش. إذا اعتمدنا فقط على هذه الآية تنقول حتى الشفاعة لا وجود لها في يوم القيامة. ولكن إذا نظرنا إلى آيات أخرى يخصص الله عز وجل فيها الآية المطلقة آنذاك فهمنا عن الله تبارك وتعالى مرادا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى الأخلاء ما الأصدقاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني الصحاب اللي كانوا في الدنيا غدا يوم القيامة غيوليو أعداء، إلا وحدين اللي غيبقاو صحاب هما المتقون، إلا المتقين هؤلاء تبقى الخلة بينهم، الصداقة تبقى بينهم غدا يوم القيامة. إذا لولا أن جاء الله عز وجل بهذه الآية لا كان فهمنا يعني خاطئا بالنسبة للآية الأولى. ونفس الشيء بالنسبة للشفاعة، الآية المطلقة تقول بأن يوم القيامة لا شفاعة، ولكن خصص الله عز وجل هذه الآية بآية أخرى في سورة النجم، يقول الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا، هذا هو القيد، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني إذا أذن الله عز وجل لأحد أن يشفع في أحد فيجوز له أن ذلك الشفاعة تكون الشفاعة، وأن يرضى الله تبارك وتعالى بتلك الشفاعة. إذن ها هي آية جاءت قيدت الآية المطلقة، ولا يمكن الاقتصار على الآية الأولى. الإنسان اللي يقول كان يقرأ الآية الأولى ويحبس هذا سوف يخطئ حتما، فلا بد من تقييدها بالآيات الأخرى التي تبين بأن الأخلاء الأتقياء تبقى خلتهم غدا يوم القيامة، وأن الأتقياء الأنقياء والعلماء والصلحاء يأذن الله عز وجل لهم غدا يوم القيامة في الشفاعة لذويهم وأقربائهم وأحبابهم. ومن ذلك العموم، مثال آخر بالنسبة للعموم الذي قيد، قول الله تبارك وتعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، هذه في سورة الشورى. إذا قرينا هذه الآية ماذا نفهم منها؟ أن الملائكة تسبح بحمد الله وتستغفر للناس، لمن في الأرض تستغفر، تطلب المغفرة لأهل الأرض كلهم، مؤمنهم وكافرهم ومشركهم وضالهم ومهتديهم، هكذا نفهم الآية، ويستغفرون لمن في الأرض. وكان واحد غادي يقول لكم ما يمكنش، كيفاش الملائكة تطلب المغفرة للإنسان ليشرك بالله؟ هذه ماشي معقولة. إذن لابد حتى نفهم هذه الآية أن ننظر إلى آية أخرى تقيدها، وهي قول الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، ونفس الشكل ديال الآية الأخرى، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، هو التقييد، ويستغفرون ماشي لكل شيء، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء علما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذن هذه الآية قيدت الآية الأخرى. لو اقتصرنا على الآية الأولى لقلنا بأن الملائكة تستغفر لكل من في الأرض، ولكن على ضوء الآية المقيدة نفهم أن الملائكة إنما تستغفر فقط للمؤمنين لا للكافرين ولا للمشركين. لأن لو اعتمدنا على الآية الأولى تقول والملائكة يعني تستغفر للذين كفروا، إذن تينا استغفر للذين كفروا، إلا عندي أنا أبا ولا أمي كافرين تينا يجوز لي، علاش الملائكة تستغفر لهم ولا ما استغفر؟ تقول لي أنا لا يجوز لي أن أستغفر لأبي وأمي إن كان مشركين، لا، لا بد أن تنظر إلى هذه الآية، فهمنا؟ إذن لا بد، هذا لتنقل بأن القرآن يفسر بعضه بعضا. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين، وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وارحم الله عبدا قال آمين.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. إذن ذكرنا أربعة وجوه في تفسير القرآن بالقرآن. هناك وجوه عدة، أنا اقتصرت فقط على خمس فقط حتى نفهم أن هذا الموضوع وموضوع جدي، وأن الذي يتصدى لتفسير كتاب الله عز وجل لا بد وأن يكون له نصيب وافر من العلم بالكتاب قبل أن يفسره. الوجه الآخر هو حمل بعض القراءات على بعضها، وحمل القراءات بعضها على بعض. احنا نعرف بأن في القرآن عنده عدة قراءات، 10 قراءات متواترة، وهنالك قراءات شاذة. المتواترة هذه 100% قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذه يمكن أن نصلي بها في الصلوات الفريضة أو في السنن. هنالك بعض القراءات التي تعتبر شاذة، معنى أنها غير ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نجعلها جانبا، يعني نستفيد منها ونفسر بها القرآن الكريم إذا احتجنا إليها، ولكن لا نصلي بها، لا نتعبد الله بها، لأنها شاذة. ما دامت شاذة يعني هي أحد، ليست متواترة. على أين هذه تفاصيل لا تهمنا في هذا المقام. لكن في بعض الأحيان قد تشكل علينا كلمة ولا نفهمها، أو قد نفهمها بمفهوم يدفعنا إلى استنباط حكم معين، ولكن إذا قرأنا أو رجعنا إلى قراءة أخرى آنذاك نفهم مراد الله عز وجل من الكلمة الأولى. ومن ذلكم قول الله تبارك وتعالى مثلا: ويسألونك عن المحيض، أنا يتكلم عن المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ما معنى اعتزلوا؟ يعني لا تجامعوا النساء في المحيض، مش اعتزلوا هي ما تبدل البيت ولا تنعس انت في جهة وهي في جهة، لا، الاعتزال هنا اعتزلوا يعني أنك لا تجامعها، العلاقة الزوجية تتوقف عليها عنها في هذا الوقت. فهو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا تقربوهن يعني لا تلمسوهن، لا تجامعوهن حتى يطهرن. إلى بقينا احنا فقط في هذا القضية، إلى وقفنا هنا النقطة حتى يطهرن، ما الذي نفهمه من طهرنا؟ حتى يطهرن يعني حتى يتوقف حيضهن، حتى يتوقف حيضهن. طيب هنا يطرح السؤال: امرأة كانت حائضا وتوقف حيضها، هل يجوز لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ إلى حين بقينا إحنا حتى يطهرنا، نعم يجوز، لأن قال حتى يطهرنا يعني حتى يتوقف حيضهن، إذا توقف الحيض يجوز لك أن تجامعها. إلى مشينا بهذا المعنى يجوز لك أن تجامعها قبل ما تغتسل، ولكن هنالك قراءة أخرى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ماشي يطهرن، حتى يطهرن، ويطهرن معناها حتى يغتسلن. إذن بهذه القراءة فهمنا القراءة الأولى. إذن الحكم شنو هو؟ الحكم هو أنه لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته بعد أن تطهر حتى تتطهر، حتى تغتسل. وهذا ما يؤكده يعني ما جاء مباشرة بعد: فإن تطهرنا، ما قالش فإن طهرنا، فإن تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. نفس الشيء مثلا في الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا أيديكم ووجوهكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. كان قراءة فيها وأرجلكم إلى الكعبين، وكان قراءة أخرى وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الواو عطف. إلى قلنا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إلى مشينا فقط بهذه القراءة غادي نقول بأن الرجلين نتوضاو يلا امسحوهم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، امسحوا الرأس وامسحوا الرجلين. ولكن هناك قراءة أخرى تقول: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ماشي وأرجلكم. شوف هي الفتحة يعني عوض الكسرة، وأرجلكم. إذن هذا الواو يصبح عطفا على ماذا؟ يصبح عطفا على اغسلوا، فاغسلوا وجوهكم، ما قالش وجوهكم، وجوهكم وأيديكم. إذن اغسلوا أرجلكم،
إذن الغسل هنا غسل الرجلين هو اللي فرض ماشي المسح. ولا شي مشى إنسان ويمسح رجليه الوضوء ديالو باطل، ولو يقول لكم أولو العطف أرجلكم، فهمنا؟ إذن هي قراءة تفسر قراءة أخرى. مثال آخر، لما الله عز وجل يقول وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، شنو هو العهن؟ كلمة غريبة. هنالك قراءة أخرى يقول الله عز وجل فيها وتكون الجبال كالصوف المنفوش. إذن هذه القراءة تفسر لنا معنى العهن، العهن هو الصوف، وهذه قراءة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون الجبال كالصوف المنفوش. إذن هنا يلجأ كذلك المفسر إلى القراءات لأن بعضها يفسر بعض. احنا مازال ما خرجنا من الإطار ديال القرآن الكريم، احنا مازال في التفسير ديال القرآن بالقرآن قبل ما نمشيو عاد لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق لنا أن تحدثنا عنه. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت وأنه لا من جمك إلا إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارحم موتانا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم موتانا يا أرحم الراحمين، واكتبهم في عداد الشهداء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، واهدنا سبلنا برحمتك وجودك يا أكرم مسؤول وخير مأمول. اللهم احفظ أولادنا من كل سوء، اللهم احفظ أزواجنا من كل سوء، اللهم اهدنا إليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك في كل مكان برحمتك وجودك يا أكرم مسؤول وخير مأمول. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.